السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا التوثيق تاع سيدرا بنك، رح نضغط على البروفايل هنا حنروح مباشرة هنا. كما نشوفه هنا رح تضغط على ثلاثة الشلط هذو، رح تضغط هنا على كي واي سي، راح تفتح معك هيك، تضغط هنا نحطوا بطاقة التعريف او الباسبور، ولا تضغط هنا عند الفلاش هذا اللي بجنب، تضغط هنا تختار مثلا بطاقة التعريف، هنا تختار الدولة تاعك من اين دولة انت. نروح استراليا، يلا هنا تختار لالونغ، كاين اللغة العربية ولا انجليزية، نختار انجليزيه مثلا. هنا راح تضغط باش تحمل الصور، راح الصور تكون صوره البطاقه التعريف او الباسبور تكون موجدها من قبل، تكون موجدها ومحطوطه عندك في الهاتف، تسمى تصورها وتخليها. لما درك نضغط هنا راح يخرج لي الصور تاعي اللي في الهاتف، راح تضغط هنا، من بعد تقعد تكبر معك الصوره، تكبر البطاقه حتى تولي كيفها. وانني وثقت الهاتف الثاني تاعي، راح نشوفه مع بعض التوثيق في الهاتف الثاني. كيما نشوفو هاو الهاتف تاعي الثاني اللي وثقت فيه، كيما نشوف هنا اللي وثقت وقلت لك التوثيق تاعك راه قيد الدراسه، وراح نرسلو لك في الايميل تاعك. يعني التوثيق سهل وبسيط، لما تكون موجد البطاقه تاعك تقوم بتصغير البطاقه او تكبيرها فقط، هذا ما كان. يعني توثيق سهل، وبالتوفيق للجميع، واللي ما فهمش حاجة راح ردوا عليه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.